السلام عليكم متابعين قناة الأدوات المنزلية بفيديو جديد. أتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا فيديو النهاردة. في الفيديو ده هنشوف مع بعض مجموعة متميزة جدا من أحدث الأدوات المنزلية والأفكار والحيل وأجدد الاختراعات والابتكارات اللي بتساعدنا إن احنا نوفر المساحات الصغيرة اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي موجودة عندنا سواء في المطبخ أو في البيت بشكل عام. في الفيديو ده هتشوفي مجموعة جديدة من الأدوات المنزلية أنا متأكدة إن انتي ما شفتيهاش قبل كده. أدوات مفيدة فعلا، مفيش أي سيدة بيت تقدر إن هي تستغنى عن الأدوات دي. قبل ما نبتدي الفيديو ده مع بعض اتمنى ان انتي تنزلي حالا تدوسي على زر اللايك علشان تشجعيني وتشجعي القناة، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اتمنى ان انتي تشتركي في القناة وتفعلي جرس الاشعارات لاشعار الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة باذن الله. زي ما انتي شايفة معايا طبعا احنا شايفين مع بعض مجموعة من الادوات المتنوعة جدا باستخداماتها سواء في المطبخ سواء في الحمام او في اوضه النوم او ممكن يبقى ليها استخدام شخصي لينا احنا كسيدات في البيوت. عايزاك تكملي الفيديو ده لنهايته. لو في اي حاجة من الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك تقدري ان انت تكتبي لي في التعليقات ايه هي الاداة اللي عجبتك مع ذكر الدقيقة اللي تم عرض المنتج بيها، وانا هرد عليكي بالرابط المباشر للشراء. وطبعا الشراء هيكون عن طريق تطبيقات الاونلاين زي تطبيق علي اكسبريس او علي بابا او امازون او بانجود او اي باي. ولو مش بتفضلي تطبيقات الاونلاين تقدري ان انت تدوري على فيسبوك او على انستجرام وانت هتلاقي صفحات كتير بتبيع الادوات دي وفيها توصيل لجميع انحاء الجمهورية او على حسب البلد اللي انت موجودة بيها. يعني مثلا اللي بيتابعوني من مصر يقدروا ان هم يكتبوا ادوات منزلية في مصر في خانة البحث في الفيسبوك وبعدها هيدوروا في المنشورات واكيد هيلاقوا صفحات كتير بتبيع الادوات دي. وطبعا تقدروا ان انتوا تطبقوا العمليه دي على حسب البلد اللي انتوا موجودين بيها، يعني تكتبوا ادوات منزليه وبعد كده البلد اللي انتوا موجودين بيها وان شاء الله هتلاقوا كل حاجه انتوا محتاجينها. وبس كده دلوقتي هسيبكم مع الفيديو واستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكره. اسيبكم في رعايه الله.
هو